حبيب. خلينا نتكلم في البداية عن أوجه التشابه والاختلاف في الملابس العربية. بداية نشأة الزي، المفاجأة في نشأة الزي أنه ما كانش، أو نشأة الملابس ما كانتش المقصود بيها التدفئة أو الحماية، أو هي كان الشباب الصيادين كان بيحب عايز يفتخر بما فعله في الصيد، فكان ياخد الفرو أو الجلد بتاع اللي اصطاده ويلبسه عشان يبدأ يتفاخر بيه في المجتمعات، في المجتمعات بتاعته. وطبعا احنا عارفين ان ازاي اقدر اعرف حضرتك من غير ما تتكلمي خالص من ازاي على المجتمعات العربية بتاعتنا. الملابس كمان هي سجل حي للحياة الشعبية، وسجل حي للحياة لا يمكن ان يعني يزور او يطرق عليه شيء. هناك تشابه شديد ما بين الملابس في الأقطار العربية، وخاصة في البدايات. كان في البدايات الناس بتلبس ملابس من البيئة بتاعتها. كان بتلبس ملابس من إذا كان عنده أقطان فبتبقى من الأقطان، إذا كان عنده صوف بتبقى من الصوف، وهكذا كتان، فكانت معظمها من الأقطان، لأن بلداننا كانت بتشتهر بالأقطان. فكان بيعمل سروال، وكان مسمى بسيط أو القميص زي جلابية صغيرة كده، قميص. ده كانت الشكل المبسط بتاعه في البداية. طيب طرأت وحدث حقب من الزمن حصل فيها، دخل عندنا العثمانيين ودخل الأمويين كل ده أدى إلى تأثير وإلى تغير في الملابس الشعبية العربية مش المصرية فقط. فنبدأ نبص، لو بصينا عندنا في مصر بدأ يدخل الجلباب بتاعنا. عندنا الجلباب هنبص نلاقيه في أماكن مختلفة من مصر بيتغير. هنبص نلاقي الجلباب الصعيدي والجلباب الفلاحي اللي في الدلتا الاثنين مختلفين. لا مش مختلفين، اختلافات بسيطة. الاختلاف بسيط جدا فين؟ أيوة. في الأكمام. صحيح، الصعيدي يكون واسع وكمان من تحت واسع علشان يقدر يعزق الأرض. أو أنا بس اسمحوا لي أوضح، لأنه لو المشاهدين العرب وحتى عنا في الأردن، الجلباب أنتوا بتسموه في اللهجة المصرية اللي هو التوب. التوب 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 الصعيدي بنسميه جلبية. الجلبية جلبية جلبية. وله مسميات متعددة هنتعرض ليها للمسميات في الدول الأخرى. طيب الصعيدي كان بيختلف عن الفلاح في حاجة بسيطة أو في الكم، ودايما كان بيعمله ما يلتصقش بجسمه عشان الجو الحر ما يأذيهوش. نفس ما بنسميه عندنا الجلباب بيسمى في العراق يسمى صايا. الصايا الصايا. وفي الأردن الثوب، في الأردن يسمى الثوب، ويسمى أيضا دامر. الدامر يسمى في الأردن الدامر. الدامر ويسمى في فلسطين دماية. نفس الثوب، نفس الشكل ونفس المواصفات تقريبا. في البلدان العربية لها مسميات متعددة. ولو نتعرض بقى للاختلافات كثيرة، ولكن يتشابه فيهم في تشابه في الألوان. الألوان تقريبا في تشابه في التقاليد بتاعة الارتداء. يعني لو جينا عندنا في سيناء نبص نلاقي يعني الاختلاف الجوهري بنلاقيه في العمامة، في أغطية الرأس. نبص نلاقي زعيم القبيلة له شكل معين في العمامة بتاعته. في البدو نفس الحكاية، في البدو طبعا. احنا عندنا في مصر 5 مناطق ثقافية، نفس الحكاية برضو موجودة في الأقطار العربية الأخرى. كل بلد من الدول العربية عندها مناطق. يعني هنبص نلاقي في الأردن الشمال والوسط والجنوب، وهنلاقي في العراق نفس الشمال. مظبوط. الشماغ، احنا الشماغ الاردني. هنلاقي في العراق هناك مجموعه من القوميات العراقيه موجوده، بتتميز كل مجموعه من زي ما عندنا، زي ما كل مجموعه بتتميز بطابعها الخاص في الملابس بتاعتها، وهكذا في العادات والتقاليد وفي صحيح الاكلات الشعبيه. دكتور، لكن في شيء مشترك بنشعر بين كل الدول العربية. يعني الصحراء الأردنية كتير بحسها قريبة لسيناء. طبعا الإنسان البدوي الأردني
في كثير من روح المواطن البدوي, البدوي في سيناء. من أين جاء هذا التقارب؟ يعني نتحدث عن تراث, لكن كيف جاء هذا التقارب؟ البدو في مصر, في فلسطين, في الأردن, في العراق, في السعودية, في كل الدول العربية هم واحد. لو حضرتك بصيت على نقاط التماس لما نيجي في سيناء, هنبص نلاقي تشابه شديد جدا ما بين أهل سيناء وأهل فلسطين وأهل الأردن. تشابه يكاد يكون هناك تطابق في العادات والتقاليد والمعتقدات والأزياء, حتى لا يعني ومسميات الأكلات كمان قريبة جدا من بعضها. يعني لو دخلنا هنلاقي في حاجات مشتركة في نفس الاسم. طيب خلينا برضو هنا وإحنا بنتكلم عن التشابه الجميل المختلف, لكن ويمكن ده برضو لأنه الشعوب تتشابه جدا. طبيعي. المناطق الصحراوية متشابهة, عاداتنا وتقاليدنا, العروبة بتاعتنا في تشابه, قد تختلف طبعا أشياء كثيرة ولكن عندنا أوجه تشابه. خلينا نروح, طيب إحنا اتكلمنا هنا عن الملابس, خلينا نتكلم عن الأكل. تمام. لأنه الأكل كمان يعني نتشابه في أشياء ولكن هناك أطباق خاصة بكل منطقة. يعني بالتأكيد هناك في الأزياء نفس الموضوع, يعني أنا آسف في الأكلات نفس الموضوع. في الأكلات هنبص لا في أكلات متشابهة وأكلات لها خصوصية في يعني كل دولة إلها. كل دولة لها مجموعة من الأكلات بتاعتها المتشابهة. يعني إحنا عندنا هنلاقي الكشري في مصر, هنلاقي الفول, هنلاقي البصارة, هنلاقي الكباب والكفتة. حتة بقى الكباب والكفتة لما هنيجي وادخل بقى على بقية الدول, هاي الأكلات التي تميز مصر, يعني أكلات المحشي مصرية. المحشي لا ده لسه كبيرة. أنا يعني ملوخية احنا نتميز ملوخية اللي احنا اتكلمنا حمام المحشي اللي بتحبه لنا, حمام المحشي عند الراجل في وباخده على الأردن كمان حاجة كده رائعة بتتاكل كلها ما بتسابش فيها حاجة. لو جينا نقول نتكلم بس في كلمة الكباب والكفتة احنا المصرية, المصري الكباب والكفتة عندنا مشهورة. الكباب عندنا اللي هو اللحم, والكفتة اللي هي الكفتة المعروفة. لما أروح في سيناء, رحت مرة في سيناء لقيت عايز أكل كباب وكفتة, فالراجل جاب لي, أما طلبت كباب جاب لي كفتة بس. فهو يطلق عليها في مصر في سيناء وفي فلسطين وفي الأردن الكفتة يطلق عليها كباب. طب الكباب إيه بقى؟ طب الكباب بتاعنا إحنا إيه اسمه؟ اسمه شجف أو شقف.